مساء الخير. ما زال قادة الميليشيات الكردية يتدحرجون بين أقدام الكبار، يركلونهم فيما بينهم بمناسبة ودون مناسبة. بالأمس وصفهم ترامب بالمرتزقة الذين يقاتلون لأجل المال، واليوم لافروف يتحدث عن إطلاقهم سراح إرهابيين سعيا وهرولة لأجل المال. ولكن الغريب أننا عندما نواجههم بهذه الحقيقة وبأنهم مجرد مرتزقة عقيدتهم القتال لأجل المال، يثورون ويغضبون ويشتمون وينطحون الحيطان برؤوسهم اليابسة. ونحن هنا لا نكشف جديدا، فقد أصبح هؤلاء أشهر من نار على علم. كانوا وما زالوا بندقية للإيجار. في إيران كانوا مع صدام، في العراق كانوا مع إيران، في تركيا كانوا مع حافظ الأسد، وفي سوريا أداة بيد النظام، وهكذا عبارة عن أدوات رخيصة لإيذاء أي كان. القضية أصبحت للارتزاق، والقرار الكردي أصبح كرسيا للأبد، والمقاتلون في خدمة من يدفع أكثر، وروج آفا للبيع. الوكيل الحصري فرهاد عبدي شاهين المكنى بمظلوم عبدي، أو مكتب قنديل للعقارات. والفرق واضح وشاسع بين من يقاتل لأجل قضية وأرض وشرف وبين من يقاتل لأجل المال. هذا لن يحرر شبرا، ومع أول طلقة لن تجد كرديا ميليشياويا واحدا، وهو ما رأيناه بالفعل في شرق الفرات. هناك لم يقاتلوا ولكنهم ارتكبوا كل أنواع الموبقات لقاء الاحتفاظ بمكاسب مشبوهة ظنوا أنها أبدية، وهكذا. فإنهم ما وقفوا يوما وقفة رجال مع شعبهم، سيرتهم كلها خيانة وارتزاق لمن يدفع المال لهم. ولو أن هذه الأموال الطائلة التي يحصلون عليها يصرفونها على الكرد وعلى المناطق التي يعيشون فيها لكان الأمر هينا، ولكن هذه الأموال تذهب كلها إلى حسابات قاداتهم في البنوك الأوروبية. وليت الأمر اقتصر على هذا فقط، لا بل أن ميليشيات البيكيكي لا تتوقف عن طرق أبواب الكرد وملاحقتهم في المنافي والشتات لطلب مزيد من المال وإرغابهم على دفعه باسم تبرعات. وبأن الحماقة أعيت من يداويها، ما زال بعض الكرد يتبعونهم ويلهثون وراءهم كالقطيع. فهل صحيح أن هذه الميليشيات الإرهابية يطلقون الإرهابيين مقابل المال؟ يطلقونهم إلى أين؟ ومن يدفع لهم أصلا؟ ما موقف واشنطن من ذلك؟ وما موقف المجتمع الدولي أيضا؟ لماذا يستبعد البعض ذلك؟ أليس ما فعلته الميليشيات الكردية أفظع من هذه الفعلة بكثير؟ أليس الغريب هو أن لا يقوموا بقبض الأموال مقابل الإرهابيين؟ ألم يكن تاريخهم كله مبنيا على القتال لأجل المال؟ والآن ماذا بعد تصريحات لافروف؟ ما الذي ستفعله روسيا إن تثبتت من هذا الأمر؟ وكيف ستحقق فيه كما قال لافروف؟ ولكن ألا تدخل تصريحات لافروف في إطار المكايدة السياسية مع الولايات المتحدة؟ لماذا لم يقدم لافروف دليلا خلال المؤتمر الصحفي الذي اتهم فيه الميليشيات الكردية بعملهم المشين؟ هل صحيح أن تصريحات لافروف هي لأجل تلطيف الأجواء مع أنقرة ولتذكير القيادة الكردية أن نقاط الالتقاء والمصالح المشتركة ما زالت موجودة وقائمة؟ والسؤال الأهم لك أيها الكردي المؤيد للميليشيات، إذا اتفق الأمريكان والروس على وصفك بالمرتزق، وأجمع الإيراني والتركي على وصفك بالإرهابي، فما الذي بقي من مشروعك وحلمك الذي تبددت من أجله أرواح الكرد البسطاء؟ أهلا بكم إلى تفاصيل. المهم هو أنه تم الانتصار على الإرهاب، لكن بقيت بعض البؤر شرق الفرات حيث يقدر عدد الإرهابيين الدواعش 10,000، وهم موجودون في معسكرات احتجاز تديرها ميليشيا قسد.
نحن نعمل على التأكد من أن قسد تعمل على إطلاق سراح عصابات داعش وتسهل خروجهم إلى مناطق سورية أخرى مقابل مبالغ مالية. هذه المعلومات خطيرة للغاية. أنذرنا الجانب الأمريكي الذي لديه نفوذ على قسد بألا تهرب قسد الإرهابيين الذين يخضعون للحراسة في المخيمات. للأسف ما زال هذا الخطر قائما. أرحب بضيوفي عبر سكايب من برشلونة بالكاتب والمحلل السياسي الدكتور عطاء كامل، بضيفي عبر سكايب أيضا من أربيل الأستاذ رستم محمود الكاتب الصحفي، وعبر سكايب أرحب بالصحفي صهيب الجابر من محيط رأس العين. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إلى تفاصيل أبدأ مع صهيب جابر الصحفي من رأس العين. صهيب مرحبا بك معنا إلى هذه الحلقة. نعلم جيدا ومن مصادر مختلفة ومتقاطعة منذ عام تقريبا، وعندما كانت معركة الباغوز الجيب الأخير لتنظيم داعش الإرهابي كانت مشتعلة ولم تنتهي، نعلم أن قادة قسد والميليشيات الكردية عمدوا على تهريب عناصر وقادة لتنظيم داعش مقابل أموال وأموال طائلة أيضا من تلك البقعة التي كانوا يحاصرونهم فيها. الأمر استمر على ما يبدو إلى أن وصلنا إلى عملية نبع السلام، وهددت قيادات قسد وافتعلت وقامت ببعض هذا الفعل المشابه من تهديدات بإطلاق سراح دواعش. اليوم على لسان روسيا تقول المعلومات، وعلى لسان رافروف حصريا، أن قادة قسد الذين يديرون مخيمات لعشرات ألاف الإرهابيين من الدواعش يطلقون سراح البعض مقابل الأموال. ما المعلومات التي لديك والمؤكدة بهذا الصدد صهيب؟ نعم، بداية أحييكم أستاذ أحمد وأستاذ مشاهدي أورينت. طبعا يعني أهلا وسهلا. بالأمس كان مظلوم عبدي يتحدث عن أن هذه التصريحات الروسية هي يعني كاذبة، وبالمقابل هنالك أيضا تراشق في التصريحات، دعنا نقول من الجانب الروسي أيضا سيرجي لافروف، وبالمحصلة وبحسب التوثيقات التي لدينا الطرفان طالعان بهذه العمليات تحديدا. وهنا يعني لو تسمح لي أستاذ، من الطرفان؟ نتحدث، هم صرحوا بالعمقيات، سوف نتحدث اليوم بأسماء متواجدة لدي الآن هي عين بسيطة من الأسماء، أسماء قادة في تنظيم داعش تم إطلاق سراحهم بعد دفع مبالغ أمنية. سوف أبدأ، هي لائحة طويلة، لكن بعض الأسماء: حجاب الفليج أحد أمني داعش الآن في استخبارات قسد، دفع مبلغ يتراوح بين 30 إلى 35 ألف دولار. ذياب الهلوش، أبو البراء القزبير، حج هايز قائد عسكري في الشرقي كان مع داعش الآن في استخبارات، خليفة العلي الطايس، أكرم عبد العبدون دفع أكثر من 50 ألف دولار، محمد رمضان عيد المصلح، صفوان حج مجيد الآن وفي الطبقة في استخبارات قسد، محمد علي الخضر دفع أكثر من 30 ألف دولار، أبقارية معسكرات عراقي الجنسية دفع أكثر من 250 ألف دولار، خالد الحسون أبو علي 100 ألف دولار، محمد عبيد البحر 150 ألف دولار. طبعا هذه بالضبط المبالغ، علي عبيدي قيادي وأمني 500 ألف دولار، أبو عزام الروسي 70 ألف دولار. طيب، يبدو أن القائمة لديك طويلة يا صهيب، مشان نختصر الوقت وما نعد الأسماء كلها. هؤلاء كانوا، تفضل إذا في شيء مهم فقط. ليس جميعه، لكن جزئية مهمة جدا. أحد القياديين الذين هو المسؤول الأول عن هذه المبالغ الذي يستلم المبالغ هذه يسمى عديد جلطب، هو من منطقة عين عرب كوباني، هو المسؤول عن هذه العمليات المبالغ. وهذا إذا نتحدث عن الشدادي الذي تلقى منه العشرة الإرهابية سجن الطبقة، تهريب السجن المالكية، الكثير تفاصيل، يعني هي الذي ذكرته هو لا يتجاوز 1% من التفاصيل كاملة. طيب صهيب، المعلومات التي تدلي بها مهمة جدا في الحلقة، ولكن هناك يعني لا أسمعك بشكل جيد، لا أستطيع تمييز الأسماء، سأعود إليك بعد قليل لمتابعة الحديث والنقاش. إلى أن يجهز الصوت ويجهز صهيب معنا أنتقل إلى ضيفي من برشلونة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عطاء كامل. مرحبا بك معنا دكتور عطاء. اليوم ما دقة هذه المعلومات التي برأيك يتحدث عنها لافروف وما خلفيتها؟ يعني عندما يقول أن ميليشيات قسد تطلق دواعش مقابل مبالغ مالية من سجونها، هل هذا الكلام اتهام موجه من روسيا لخصمها الأمريكي بما أن الجانب الأمريكي يدعم تلك الميليشيات، أم أنه اتهام مباشر مبني على معلومات
ويريد الجانب الروسي تحقيق مكاسب من الوحدات والميليشيات الكردية بشكل مباشر. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء لك وللمشاهدين الكرام وللإخوة الضيوف. بالحقيقة الموضوع جدا مهم وليس بجديد، الموضوع مضى عليه أكثر من عام. هذه الممارسات رافقت مع ممارسات أخرى لميليشيات قسد الإرهابية الكردية في الشمال السوري باضطهاد السكان العرب وممارسة الوحشية مع السكان وخاصة النساء والرجال ومن خارج داعش، ولكن مع داعش بالذات. أذكركم منذ عام في وكالة الأنباء الألمانية دوتش فيلي، تستطيعون العودة إليها بتاريخ 30/12/2018، تم بث تقرير وهو مكتوب ومسجل وفيه مقابلات مع ضباط من الجيش الحر وقياديين في قسد الإرهابية عن هذا الموضوع بالذات، وتم مقابلة كثير من الأناس يثبتون أن داعش تقوم بإطلاق سراح دواعش مقابل المال. وقد قام الجيش الحر، أفراد من الجيش الحر عندما اجتمعوا في تل رفعت مع الروت بتقديم الإثباتات وبما فيهم الأشخاص الذين تم الإلقاء عليهم بالقبض في منطقة نبع الفرات. نبع السلام. بس بأواخر 2018 لم يكن لدى داعش عدد من الأسرى كما هي لديها الآن من الدواعش. نعم، كان لديه حسب دوتش فيلي، تقرير دوتش فيلي، 449 بالذات من قادات دواعش، وعللوها بعض الأكراد أنهم هم موقوفين سوريين قضوا محكوميتهم، يعني هذا التقرير موجود تستطيعون العودة إليه. بعدين هناك في هذا السياق هناك إثبات كبير جدا في تعامل قسد الإرهابي مع الدواعش وتعامل جدي، وهناك حادثة خطيرة جدا يجب أن نتذكرها. كيف يعني تعامل جدي يا أستاذ يا دكتور عطاء؟ قسد ألم تحارب إلى جانب الأمريكان وهي التي قضت على نفوذ تنظيم داعش في أكثر من ثلث مساحة سوريا، ألم تحرر تلك المناطق من تنظيم داعش، هي كانت السبب الأول والأخير في القضاء على هذا التنظيم الإرهابي؟ يا سيدي، قسد باعتراف الجميع بما فيهم الأكراد هي تنظيمات إرهابية مرتزقة تعمل من أجل المال لدى النظام، أسسها النظام وعملت مع النظام، تعمل مع إيران لحد الآن. إيران متواجدة في الحسكة وفي القامشلة، هم عصابات مرتزقة يعني يتاجرون بدم الشعب الكردي البسيط. هذا مثبت، هذا لا يعني إلا بعض هماء الكرد الذين يخرجون ببطوط هنا وهناك ويثيرون نعرات طائفية وقومية. بس اسمح بعجالي السؤال واحد للأخوة المشاركين، كيف استطاع أن ينتقل زعيم داعش البغدادي من أقصى الشرق في الباغوز إلى إدلب وتسليمه إلى أمريكا وقتله هنا؟ هذه الأراضي كلها تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية الكردية. هذا دليل. هو سؤال يطرح وغيره من القادة أيضا، صحيح، ونطرحه نحن في هذه الحلقة بس، ولكن ألم يكن الدواعش متواجدون في الباب وفي مارع وفي جرابلس وحتى يا سيدي في الغوطة؟ عندما شنت الحملة على الغوطة قالوا من أجل 300 من أو 200 شخص من الدواعش. يعني بمعنى، لماذا نلقي الالتهام دائما على الميليشيات الكردية بينما فصائل الجيش الحر إما أنها خافت من هذا التنظيم لم تواجهه، أو أنها يعني اكتفت بمناطق نفوذها وكان على إلى جوارها لم يحاربه أحد، لماذا إذن نقول أن ميليشيات الكردية قسد واليبيكي والبيكيكي وكل هذه التنظيمات مرتزقة وخائنة للشعب الكردي وتبيع وتفرج، تستخدم الدواعش كورقة تتاجر بها، ألم يفعل ذلك الجميع؟ لا يا سيدي، اسمح لي، هناك أمور مغلوطة تماما ويتاجر بها بعض الإعلام. تذكر مذبحة الشباب حمص، 56 شاب من الجيش السوري الحر كانوا يحاربون داعش واستأمنوا الكرد ميليشيات الكردية الإرهابية وقاموا بذبحهم. ألا تذكرون البكابات وهم يقتلون ويقطعون رؤوس شباب الجيش الحر الذين كانوا يقاومونهم في عام 2014 ويسحلوهم بالبكابات ويشحطوهم مثل النعاج؟ لا يا أخي، هاي مغلوطات روج لها الإعلام الإرهابي القنديلي.
لا يا أخي، بمعنى أن الجيش الحر لم يتعاطى مع تنظيم داعش بل كان عدو، هو الذي هو الخسر الأكبر من تنظيم داعش، هو من واجه داعش وتحمل إرهاب داعش. أستاذ أحمد سوف أعطيك خبر على قناتك لم أذكره على في أي وسيلة إعلام ولم أذكره من قبل. تفضل. في عام 2013 اجتمعنا في إسطنبول مع قادات الجيش الحر، كل ضباط الجيش الحر يذكرون ذلك اليوم، كنا نعمل على رؤساء المجالس العسكرية في المحافظات. كان الله يرحمه الحج مارد ولم يكونوا مقتنعين بقتال داعش حينئذ 2013 محكي. قمت بإقناعهم شخصيا وكلهم موجودين وأحياء، بإقناعهم أنه يجب أن نحارب هذا الشر، هذا التطرف الذي يسمى داعش. وعندها الحج مانع رحمه الله يعني حكى لنا قصص ضحكنا منها، كيف كانت دواعش يؤثرون بعقول الشباب وكيف كانوا يكفرون حتى أهلهم، يعني أحدهم وصف أمه بالزانية أمام أبيه وطرده من البيت. ولذلك نحن حرضنا على محاربة داعش منذ 2013. جميل. يعني هذا الكلام وصلت الصورة. الذي يتحدث فيه بعض الانتهازيين وبعض الغرباء في سوريا هذا مردود عليه بين وثائق. جميل. أنتقل إلى ضيفي من أربيل، الكاتب الصحفي الأستاذ رستم محمود، ورحب بك معنا إلى هذه الحلقة أستاذ رستم. ألم تدعي قسد أن لها الفضل في تحرير سوريا ومناطق شاسعة من سوريا من تنظيم إرهابي يطارده العالم ودول العالم والتحالف الدولي، وهي أيضا كسبت هذه المعركة في نهاية المطاف؟ هذه التصرفات سواء موضوع تهريب الدواعش من مناطق إلى أخرى أو إطلاق سراحهم أو التهديد بإطلاق سراحهم، ألا يسيء إلى هذه السيرة الذاتية التي تتفاخر بها قسد وباقي الميليشيات الكردية أستاذ رستم؟ يعني إذا بتسمح لي أحكي كم دقيقة يعني على مجمل الموضوع. أولا عزيزي، ليش هاي اللغة اللي هي بتحمل كل سمات الفاشية تجاه جماعة أهلية بملايين البشر؟ يعني شوي شوي بالمقدمة عم تحكي على أكراد إيران وعلى أكراد تركيا وعلى أكراد العراق وأنه طول عمرهم عملاء الميليشيات. إيه الميليشيات يا عزيزي، مش ميليشيات، هاي حركة تحرر قومية. الميليشيات في مسألة كردية عزيزي، في مسألة قومية كردية من نهاية الحرب العالمية الأولى. هدول الناس بيشبهوا الشعب السوري، قاتلوا لمئة عام دفاعا عن حقوقهم العادلة وتعاملوا في الشرق الأوسط حسب معادلات الشرق الأوسط. هذه اللغة لا تفيد أحدا، عملاء ومن أجل المال ومرتزقة. يعني بتصدق أنه واحد طبيب أو مهندس كرد سوري أو كردي تركي أو كردي عراقي بيترك شغله وعائلته بيروح بيتحق بالجبال وبيموت من الجوع وبيستشهد في سبيل المال؟ هلا رحت لي على المقاتل البسيط يا أستاذ رستم، ولو رح لي على القادة اللي عندهم الأرصدة في البنوك ولم يقولها الرئيس الأمريكي بحد ذاته لم يقاتلوا إلا بعد أن دفعنا لهم المال. معلش اسمعني ورد علي، اسمعني ورد علي أستاذ رستم. ما عليك، أنت عم تقول الكل. الرئيس الأمريكي قال شراكتنا معهم في محاربة الإرهاب لم تكن صفرية من اتجاهنا، دفعنا لهم يعني ساعدناهم، دفعنا لهم المال. جميل، يعني مش ببلاش، لم تقاتلوا مجانا يا عزيزي. مش هيك الشراكة، مش بلاش، مش حاربوا الدواعش في سبيل المال. من 2015 كانوا الوحدات الكردية بتحارب داعش في كوباني وغيرها من المناطق. وقتها التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب ما كان موجود أساسا، يعني وقتها كان ماضي على القتال بين الإسلاميين المتطرفين والوحدات الكردية 4 سنين، يعني اللي بلشت من رأس العين مع غرباء الشام لحصار كوباني. عفوا، يعني هذه طيب هي وضحت، بس مشان ندخل بالموضوع يا أستاذ رستم. إيه بدي أدخل لك بالموضوع. هذا جوهر الموضوع. هذه القناة توجه للقاعدة الاجتماعية الأكثر تعرضاً للتشويش، هي قاعدة أهلنا من ناس المعارضة السورية اللي بيتعرضوا لأكبر حملة تشويه منذ 7 سنوات، ويقال عنهم ببساطة أنهم إرهابيون. أربأ بهذه القناة التي تدافع عن هؤلاء الناس الذين سوريون الأحرار الذين دافعوا عن أرضهم وكرامتهم وعرضهم وحقهم بالحياة، أن تسمي الآخرين بنفس لغة النظام السوري بدون أي يعني أي حصافة في الكلام. يعني طيب بس أرجو منك أنه مشان ما يضيع الوقت أستاذ رستم، يعني هذا الكلام حقيقة غير مقبول، يعني طيب. كلام الشرف غير شرف، هذا غير مقبول على كل حال.
خليني جاوبك على سؤالك بكل بساطة. تفضل. أولا عوائد قوات سوريا الديمقراطية من النفط فقط وليس من المعابر وليس من التجارة وليس من الضرائب تعادل 2,400,000 دولار. يعني شو هي شهريا؟ يومياً مليونين. نعم يومياً. هذه الأرقام هو إذا عم بيطلع 60,000 برميل نفط ب40 دولار بيطلع 2,400,000 دولار بالليل. لا 60,000 برميل هي هذا رقم كتير صغير كتير. يعني لو نفترض هيك يعني إذا في تنظيم أو في جهة موردها اليومي 2,400,000 دولار بتروح بتساوي بتبيع داعش ب50,000 دولار و20,000 دولار وتتعدى الدول الكبرى. والله منطق. إذا هناك نقطتين بهالجزئية. النقطة الأولى أن التنظيمات القسد والميليشيات الكردية تستأثر تسرق نفط السوريين، كل عائدات النفط في سوريا عزيزي تأخذه. هيدي المصاري تصرف. يعني كنا مفكرين الأمريكان عم يسرقوا النفط السوري، هلأ أنت بتأكد أنه لا. يا عزيزي هذه الفلوس بتصرف على ثلث سوريا. هناك 230,000 موظف في هذه المنطقة يتقاضون رواتب، وضعهم المعيشة أفضل 1,000 مرة من الوضع المعيشي في ظلال يعني إرهاب الأرهاب. ثاني هناك بنية تحتية يتم رعايتها، 230,000 موظف منهم 140,000 موظف عرب. هناك في داعي ذكرك بالتصريحات الرسمية لقادة قسد منهم مظلوم عبدي أو السيدة إلهام مع بدء عملية نبع السلام في تل أبيض ورأس العين، عندما قالوا أن على دول العالم أن تتدخل وتوقف التقدم البربري التركي وما إلى ذلك، لأن هناك آلاف من الدواعش قذيفة واحدة على سجن يمكن أن تؤدي إلى هروب عشرات الآلاف من العناصر الإرهابية. هددوا بهذا الموضوع يعني لا يمكن إنكاره. يعني أنت برأيك إذا كبوا قذيفة على السجن ما رح يرهب؟ لا أنا ما عندي يعني مشكلة، بس قصدي هذا يعني الموضوع يعني واضح يعني للكل. هذا منطقي يا عزيزي. يعني برأيك إذا صارت حرب وهجمت تركيا اللي عندها روابط واضحة مع الإسلام السياسي المتطرف، كل هدول اللي جايين على منطقة نبع الإرهاب هدول كلهم متطرفين مرتزقة هلأ عم بيروحوا على ليبيا ويمكن على قرغستان وما بعرف شو، هدول أساسا كان في تعامل بينهم وبين داعش. يعني لما هدول بيسيطروا على المنطقة وبيدخلوا على المناطق ما راح يهربوا الدواعش. جميل. هذا مش إذا ملخص كلامك يعني. أن اليوم هذه الميليشيات التي نصفها نحن بالمرتزقة هي ميليشيات وطنية تدافع عن حقوق وعن طموحات الشعب الكردي. لا يمكن، خليني كفيلك الجملة، لا يمكن لهذه الميليشيات أن تقوم بمثل هكذا فعل مشين، أن تطلق عناصر إرهابية مقابل مال. لا عزيزي، أولا كلمة الوطنية كلمة كتير مختلف عليها. بشار الأسد بيقول عن حاله وطني، والنصرة بتقول عن حالها وطنية. هدول ميليشيات، هدول الجماعة عندهم مشروع سياسي مختلف مع المعارضة السورية ومختلف مع النظام السوري. هذه بس بنقطة الدواعش، خلينا بصلب الموضوع. نقطة الدواعش لا يمكن عزيزي، هدول قدموا 20,000 شهيد عربا وأكرادا وسريانا في محاربة داعش، كل العالم يشهد بذلك، وشباب وبنات وقصر و14 سنة و13 سنة وتجنيد إجباري. هذه كمان فينا نحكي فيها، وهذه مدانة وفي قصر موجودين محل إدانة شاملة. بس بدي أخذ منك جواب أستاذ رستم في موضوع أطلاق سراح الإرهابيين من سجون قسد مقابل المال، شو تعليقك بجملة؟ البينة على من ادعى، لا فروس عم بيقول انه تم اطلاق سراحهم. طالما في اطلاق سراحهم وهدول ارهابيين واكيد بالالاف، يجيبوا لنا شريط مصور لحدا هربان من هونيك ودافع فلوس ويقول هاي انا كنت. طيب قبل شوي قبل جميل معك حق، لازم يقدم دليل، وطرحنا هالتساؤل بالمقدمة. دكتور عطا قبل قليل قال لك كيف وصل البغدادي؟ ألم يكن محاصرا في ريف دير الزور على الحدود، يعني أقصى الجنوب الشرقي أو الوسط الشرقي إلى أقصى الشمال الغربي، كيف وصل إلى الحدود السورية التركية في مناطق تحت قبضة قسد، تحت سيطرة قسد وغيره طبعا، مو بس البغدادي. اسمح لي شوي. لم يكن تأكيدا البغدادي في منطقة شرق الفرات، لأن داعش كانت تسيطر أيضا على جنوب نهر الفرات، المنطقة التي حاربها النظام السوري، لا نعرف إن كان من هناك أو من شرق الفرات. المسألة الثانية، نحن لا نعرف متى ذهب البغدادي إلى هناك، يعني قبل العام 2019 أو بعد العام 2019، كل هذه لا تأكيدات عليها. لذلك يعني لا يوجد دليل وحصافة بأن البغدادي، كيف يعني قوات سوريا الديمقراطية كانت يعني تمني النفس أن تحرز هذا اللقب وتقبض على البغدادي أو أن تعتقله أو أن تقتله، لأنه تحول إلى رمز عالمي، وكذا سوف تجني من وراء ذلك
يعني مكانة سياسية ومكانة. إذا تشكك أنت بكل المعلومات، لا يوجد أدلة على شيء. أقول إنها تفتقد إلى الموضوعية إذا كان هناك أي معلومة. تفتقد إلى الدليل. إلى الدليل. شيء ما موضوعي أنا سوف أتفق عليه. كل جميل. ما قيل هو مجرد ادعاءات لا يوجد أي تأكيدات عليها. رافروف يوجد له حضور عسكري في منطقة شرق الفرات وهو من الدول العظمى، عم بيقول لنا خبرية، خبرية إطلاقية بدون أي إثباتات، بدون أي عملية، وبدون أي 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 وجه من أوجه الحصافة. أنا كشخص لا أعتقد أن تنظيم تبلغ ميزانيته العامة أو تبلغ موارده مليارات الدولارات السنوية ويدير منطقة تقدر بثلث سوريا، لا أعتقد أنه يبيع مقاتلين من أجل 10,000 دولار و 20,000 دولار. هذا الشيء هو يعني طب مقابل 100,000 دولار، 200,000 دولار، مليون دولار، ما 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 في هذا الكلام عزيزي. مثلا مثلا عم بعطيك هلا امثله بما انه المبلغ قليل. علاقتهم مع الولايات المتحده الامريكيه ومع الاتحاد الاوروبي متاتيه من شيء واحد، هو قدرتهم على ضبط هذه العناصر الارهابيه المتطرفه. طيب. لا يمكن لهم ان يطيحوا بهذا الشيء في سبيل الاموال. وصلت الفكرة. أنتقل إلى ضيفي من موسكو وأرحب بك معنا إلى هذه الحلقة السيد أندري أنتيكوف المحلل السياسي الروسي. سيد أنتيكوف، قال وزير الخارجية الروسي إن قصد تهرب الدواعش إلى مناطق سورية أخرى لقاء مبالغ مالية. هذه التهمة، هل إن كان لديه دليل السيد لافروف أو أي شخص مسؤول روسي، لماذا لم يقدمه للرأي العام؟ والشق الآخر من السؤال، هذه التهمة أو هذا الكلام موجه للأكراد، موجه للميليشيات الكردية، أم موجه كضربة للولايات المتحدة الأمريكية بأنك عليك أن تضبط الوضع لديك في المناطق سيطرتك وسيطرة قوات قسد، لأن مسؤولية هؤلاء الدواعش الخطيرين تقع على عاتقكم أي الأمريكان؟ أولا يجب أن نقرأ التصريحات لسيرجي لافروف بالدقة، وهو قال بأن نحن نحصل على مثل تلك المعلومات، بأن يتم نقل الدواعش إلى أماكن أخرى مقابل الأموال، ولكن كما قال سيد الوزير نحن ندرس هذه المعلومات في الآن. إن لم يكن متأكدا منها لماذا يصرح بها؟ كان عليه إذن أن ينتظر دقة المعلومات ودقة المصادر والاستخبارات وعملهم ثم يصرح. لماذا صرح بهذا التوقيت في هذا الموضوع الحساس؟ لذلك أنا أود أن أشير بأن فعلا روسيا غادة بالإلغاء من التصرفات القوات السورية الديمقراطية الأكراد بشكل عام في المناطق الشرقية، وكذلك طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. اللي أجيب على الجزء الثاني من سؤالكم، يعني واضح تماما أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وبالتعاون مع الأكراد هو التحركات الانفصالية التي تهدد وحدة الإرادة السورية، فلذلك طبعا روسيا قلقة من ذلك. وبخصوص يعني نقل الإرهابيين مقابل الأموال، هناك معلومات أخرى مقلقة في أو صادرة من المناطق التي تسيطر عليها القصد. يعني هناك الأخبار بأن قصد تفرض الضرائب على السكان المدني، هناك معلومات بأن قصد تقوم بالتجنيد الإجباري وإلى آخره. إذن هناك فعلا قلق روسي مما يحدث في مناطق شرق الفرات، فلذلك يعني هل روسيا قلقة من موضوع التجنيد الإجباري ومن موضوع الانتهاكات الكردية في المناطق سيطرتها؟ روسيا قلقة من فراغ السلطة في تلك المناطق، فلذلك دائما هناك إصرار روسي على تسليم تلك المناطق تحت سيطرة السلطات السورية، خاصة أن يعني تم تحرير تلك المناطق من الدواعش. الدواعش موجودين في السجون، في المخيمات وإلى آخره. وأنا أعتقد أن حان الوقت لبدل المفاوضات والمشاورات حول مصالحة بين دمشق والأكراد، ولكن دون شروط مسبقة. إذن يعني هذه ورقة ضغط، هذه التصريحات ورقة ضغط على الأكراد من أجل أن يتفاهموا مع النظام وبالتالي تحقيق الهدف المنشود، عودة النظام إلى مناطق سيطرة الأكراد بضمن اتفاق أو معادلة معينة، صحيح؟
لا يمكن أن نتحدث عن ضغط. أنا أعتقد أن الآليات الروسية للضغط على الأكراد محدودة، ولكن روسيا دائما تحاول أن تقنع الأكراد لكي يجلسوا على طاولة الواحدة مع السلطات السورية، بسبب أن الكل يدرك تماما بأن أمريكا لها الأكراد، لها بالنسبة لها هي فقط أو هم فقط بيدق في أيدي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نحن نشاهد بأن أمريكا تخلصت من الأكراد عندما اتفقت مع الجانب التركي حول منبج. بعد ذلك يعني كان هناك تصريحات لرئيس دونالد ترامب حول انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، وفي كل تلك المرات تم أو تركت الولايات المتحدة الأمريكية حلفائها الأكراد إلى وحدهم. فلذلك هنا هذا إصرار الروسي على ضرورة المشاورات بين الأكراد ودمشق. طيب. وضحت. أعود من جديد إلى صهيب الجابر الصحفي من محيط رأس العين معنا مباشرة عبر سكايب. صهيب، في بداية الحلقة ذكرت لنا، كان الصوت يتقطع، وذكرت لنا بعض أسماء ممن هم قادة في تنظيم داعش في سجون قسد أطلق سراحهم مقابل مبالغ مالية مختلفة تراوحت أغلى، بظن أعلى رقم سمعته منك هو 50,000 دولار. ماذا لديك من معلومات في هذا الموضوع؟ معلومات مؤكدة طبعا. طبعا أستاذ أحمد، كنت أستمع قبل قليل إلى حديثكم مع ضيف من أربيل عن المبالغ الزهيدة، هكذا قال. طبعا سعيد الغناش أمير التوبة وأمني مسؤول عن الحواجز دفع 1,000,000 دولار أيضا. يعني قائمة، إذا أردت الآن ضمني أيضا محمد الدباس أكثر من 300,000 دولار، علي الربيدي قيادي دفع 500,000 دولار، ومعظمهم إما هربوا إلى أوروبا، لدينا قوام أسماء، أو أنهم في استخبارات قسد الآن في السجون، أيضا قسم منهم مسؤول عن مهام أمنية في قسد. طيب يعني أماكن لو تعطينا معلومات، وين كانوا معتقلين، بأي سجن، بأي معسكر، إلى أين انتقلوا، كيف عبروا الحدود إن كانوا وصلوا إلى أوروبا؟ في سجون تماما، في سجون الشدادي، المالكية، الكسرة، سجن الاستخبارات في مدينة الرقة، عدة سجون أخرى أيضا في محيط الحسكة، السجن المركزي داخل الحسكة، الكثير من السجون. هنا أرد التعقيب على ما تفضل به أو ما قاله يعني الضيوف من أربيل ومن موسكو قبل قليل. يعني أريد التأكيد على نقطة مهمة جدا، وهي أن روسيا لا تختلف يعني بإجرامها كثيرا عن قسد. بدي ركز معك يا صهيب مشان يعني الوقت، دخيل عينك، بدي ركز على المعلومات. أنت مصدر المعلومات بهالحلقة، بقي الأشخاص يقدمون آراء ويحللون وفق وجهة نظرهم. هل من معلومات أيضا عن الجانب الكردي؟ من الذي يسهل هذه العمليات؟ من الذي يقبض هذه الأموال؟ هل من أسماء معروفة متورطة في هذا الموضوع؟ هنالك شخص يدعى عقيد دلو، هو من عين عرب، أصوله تعود إلى عين عرب، هو مسؤول عن هذه العمليات، هذا اسم. بالنسبة لروسيا، ما هو موقعه، ما هو عمله أو منصبه؟ هو في استخبارات قسد، وهو يتقاضى هذه المبالغ لإخراج دواعش يعني من سجون قسد. هنالك أيضا أكثر من 400 داعش أخرجتهم روسيا بضمانة وحماية جوية أرضية روسيا عند القلمون الغربي، اتفاق القلمون الغربي. هناك أكثر من 1,500 شخص من داعش، عنصر داعش أيضا أطلق سراحهم في دفعة سابقة. عندك في البادية أستاذ أحمد أيضا أعداد بالسويداء. هون جانب موضوع روسيا والنظام، يعني في أمثلة كثيرة وخلال السنوات الكثيرة الماضية. بدي رجع لك، ركز على موضوع شرق الفرات. طيب هؤلاء الذين أطلق سراحهم وعندك قوائم بالأسماء، كم العدد التقريبي ممن أطلق سراحه مقابل مبالغ مالية متفاوتة من تنظيم داعش؟ يعني لا يقل، يعني أنا سوف أتحدث عن العدد ما يخص القادة الكبار في التنظيم، لا يقل عن 200 اسم، يعني تقريبا من القياديين والعناصر طبعا بالآلاف. وكانت آخر دفعة في مدينة الرقة 1,500 مقاتل من داعش، هؤلاء بالمجان أطلق سراحهم. هنا في منطقة حيث أنا الآن في محيط رأس العين، أطلق سراح مقاتلين من داعش من سجون تلتمر. لماذا بالمجان؟ لماذا هؤلاء بالمجان؟ يعني ليش ما معهم فلوس؟ لأنهم وظفوهم. يعني هنالك أيضا يعني إحدى التفاصيل والتوثيقات تتحدث عن لدي اسم حتى وقيادي في داعش أطلق سراحه، لم يكن لديه أموال، تم استئصال أحد أعضائه طبعا، ولا أريد الحديث عن هذا الموضوع تحديدا. يعني هذه بالضبط يعني طريقة قسد هؤلاء، وظف منهم لديها وتطلق سراح بالمجان قتال الجيش الحر، و
ويتحدث الاعلام عن نزاهه وطنيه وغيره. هنا في الحسكه انا بنفسي لم يخبرني احد، قمت بتحقيقات مع ناصر من قسد، يعني قاموا باغتصابات. هل من الممكن او من المعقل ان يكون عنصر وطني التغميش الذي تحدث عنه الضيف من اربيل يعني يكون يرتكب مثل هذه الانتهاكات؟ عاد الصوت ليتقطع يا صهيب، سأكتفي معك بهذا القدر أن سامحني بس، ولكن الصوت بدأ يتقطع ولا أسمعك بشكل جيد ولا المشاهدين. انتقل من جديد إلى الدكتور عطاء كامل الكاتب والمحلل السياسي. طيب دكتور عطاء، لماذا نلقي اللوم اليوم على ميليشيات قسد بكل موضوعية؟ دول كبيرة اليوم رفضت استلام الأجانب ممن هم في تنظيم داعش وألقي القبض عليهم، رفضت أن تستلم رعاياها. دول كبيرة أيضا لا تتحمل مسؤولياتها، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، لا تدير السجون، لا تقدم الأموال للضبط هذه السجون. لماذا نحمل قسد، بغض النظر عن تسمية قسد أو دور قسد الذي تلعبه في سوريا، لماذا نحملها أكبر مما لا تستطيع؟ كم عدد بما أنك مطلع، كم عدد الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية من تنظيم داعش؟ 100-150 بأكبر تقدير 200 شخص رفضت دولهم أن تستلمهم، وهي دول في كبرى في أوروبا، منها ألمانيا ومنها فرنسا وبريطانيا وحتى أمريكان، إضافة إلى دول المغرب العربي. نعم أستاذ أحمد، الأعداد قليلة جدا، والآن بدأ يتحرك الموضوع كون الرئيس الأمريكي في مقابلات يعني مع رؤساء دول غربية في عدة مناسبات عيرهم بهذا الموضوع وقال لهم استلموا دواعشكم. وهناك خلاف يعني معروف. أنا من خلال متابعتنا لممارسات قسد لا نستغرب منها أي شيء، ولكن يمكن أن تدخل في مجال الفساد، فساد إدارة الموارد. طبعا السجون محمية ومدفوعة من كل دول الغرب وممولة ومراقبة، ويقوم عليها موظفين من تنظيمات قسد الإرهابية. هذا لا شك فيه، وهناك عمليات فساد وتقاضي أموال، وهذه منذ عام يعني تخرج على الهيئة. أنا أردت أن أصلح لو سمحت لي للأخ العزيز رستم محمود المحترم بعض المعلومات. تفضل. أولا بس باختصار يا دكتور عطاء أرجوك مشان الوقت. برجالي أنا أعطيت وقت أكثر من الجميع. لو سمحت، البترول السوري قسد تستغل يوميا بين 85,000 و120,000 برميل يوميا. اثنين، رواتب العمال تدفعها الدولة السورية لحد الآن، وقادات قسد ورياض درعط قال ذلك علنا أن الدولة السورية ما زالت تدفع، وهذا هو سبب وجود المربع الأمني في القامشلي. هناك مسألة مهمة جدا، طبعا روسيا تعمل بمبدأ المقايضة والمساومة، هذه طبيعة الدور الروسي على مر التاريخ، هي تساوم على كل شيء. روسيا لديها المعلومات الموثقة بهذا الموضوع بتهريب الدواعش مقابل المال، وستستخدمها كما سوف. وإلا لما تحدث في الموضوع وزير خارجيتها. نعم هذا وزير خارجية يا أخي، لديه معلومات موثوقة، لا يستطيع أن يتكلم وزير خارجية حتى لو كان روسي يعني. والروسي معروف يعني. طيب قد يتساءل أحدهم، منذ متى كنا نصدق الروس يا دكتور عطاء في تصريحاتهم ودعاءاتهم؟ لا نحتاج يا أخي للروس، لديك الأستاذ صهيب أعطاك أسماء وأرقام ويستطيع الكل أن يتأكد منها. هناك مسألة لا يعرفها ولا يعرفها الجميع طبعا، هناك تقارير عن جريمة أخرى يعرفها الروس ويعرفها الأمريكان، والتحقيق جاري بها. يمكن الأستاذ صهيب أن يفيدنا بهذا الموضوع. الأخ صهيب من أبناء المنطقة ويعرف، هناك الآن موضوع زراعة الحشيش المخدرة والاتجار به مع ميليشيات إيرانية في ريف الحسكة في مناطق محددة. يعني والله صهيب عم بيهز رأسه، شكله موافق على هذه المعلومات. تابع تفضل دكتور عطاء. الكثير صح. طيب تفضل دكتور عطاء تابع. جرائم، هي جرائم تقوم بها ميليشيات. طيب يا أخي، هذا اللي مسمى عابدين، مظلوم عابدين، هل هذا مظلوم عابدين؟ أنا أعطيك قاطع أن إرهابي عابر للحدود قنديلي ليس سوري يا أخي. في سوريا الذين ولدوا منذ أكثر من 10 أعوام لم يكن هناك تدريس بالكردية. يعني يجب أن يتكلم العربية، وهذا الإرهابي لا يتكلم العربية نهائيا، هذا إرهابي مستجلب من إيران أو من تركيا، فكيف تريد أن نصنف؟ ما هو قوميته كردي، يعني مش بالضرورة يا دكتور عطاء يكون يتحدث العربية، هناك الكثير من الأكراد في سوريا لا يتحدثون العربية. بعفرين مثلا قد تجد عوائل مدنيين لا يجيدون العربية، هذا شيء آخر.
أم أنك تشير أنه غير سوري بالأساس؟ غير سوري، هو تركي. هذا مؤكد يا أخي، ليس هناك شاب أو شابة في سوريا منذ الستينات حتى اليوم لم يدرس في المدارس العربية. هذا مؤكد. وهذا الشخص لا يتكلم العربية. إذا وجدت امرأة كبيرة بالسن لا تتحدث العربية، هذا شيء طبيعي. أما الشبان من جيلي. يعني بمعنى أنه ليس سوري وقضيته قضية انفصالية. ملخص كلامك مظلوم عبدي. عابر معين من قبل قنديل يا أخي. بعدين أموال البترول، يعني لنكون منصفين، أموال البترول والمخدرات والاتجار بالبشر هذه كلها لا تذهب إلى الشعب الكردي السوري. لا تذهب إليه. تذهب إلى أين؟ مؤكد. تعالوا إلى أوروبا وشوفوا الشركات التي تصعد كل يوم. شركات خاصة، يعني شركات، يعني تذهب إلى حسابات القادة الكبار بكل تأكيد. لا يستفيد منها الشعب الكردي. بكل تأكيد الشعب الكردي شعب بسيط ومكافح وشغيل. يعني نحن لا نجين الشعب الكردي، نحن طيب وصلت الفكرة يا دكتور عطا. أعطي المجال فقط باختصار أرجوك بشان الوقت. نحن لا نصف الأكراد، ليسنا نحن، إذا لا تتقبلوننا كعرب لسنا نحن من نصف. يا أخي أعيدك إلى كتب الأديب المؤرخ البريطاني شارل ستريب، اقرأ يا أخي عن تاريخ الكرد بالارتزاق. نحن لم نسميكم، هذا منتشر في كل العالم. نحن نريد بالعكس أن تندمجوا وأن تكونوا أخوتنا بكل شيء وأن تشاركونا كل شيء. ولكن هذا الأسلوب الشوفيني العنصري الذي يقوم به بعض هماء الكرد لا أقول الجميع، غير مقبول. هذا يخلق حساسيات يعني لن نستطيع تخطيها. طيب أستاذ وسام محمود، تفضل إن كان لديك ردود بس سريعة لأنه ما بقي عندي كثير وقت. يعني والله الواحد ما عاد يعرف على شو بيرد. يعني بموضوعنا موضوع الدواعش، موضوع الدواعش وهروبها مقابل المال. استمعت لصهيب صح؟ استمعت في صحفي مقيم بمنطقة نبع الإرهاب الموجودين فيها الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتركيا بيعرف أسماء. والله ما في إرهابي غيرك أنت والبكك والأموال اللي دفعوها وعناوينهم بأوروبا، وكلها الصحافة الأوروبية ما بتعرف، كلها الصحافة الأمريكية ما بتعرف. ما في تقارير محينة حواليهم. يعني في كلام لا، يعني لا يمتلك الحصافة ولا يمتلك يعني الموضوعية الجدية. هناك شيء أجدر بالنقاش. وهناك يقول، يعني هناك من يقول إنه يسعى إعادة هذه المناطق إلى الأسد، وهلأ صار وزير خارجية روسيا مصدر المعلومات ومصدر المعطيات. باختصار عزيزي، هذا المشروع الموجود في شرق الفرات عليه ألف ملاحظة، لكن هذا المشروع هو المشروع الوحيد الذي لم يتمكن الأسد من الهيمنة عليه. هو المشروع الوحيد الذي ما زال العالم يتطلع عليه بنظرة إيجابية خارج حظيرة الأسد. السوريين أمام قرارين، أما يتعاملوا مع هذا المشروع ويحطوا عليه ألف ملاحظة وينتقدوه يعني تواطؤوا معه ليخلقوا ثقب ما في جدار قلعة الأسد، في جدار هيمنة الأسد، أو يروحوا للعبة الأسد وللعبة تركيا ويطيحوا بكل شيء على حساب كل السوريين أكرادا وعربا. وضحت. في كلام يقيل بدون معنى، بدون موضوعية، وكلام شعب وكلام يعني تمام. محمل بطاقة من الفاتشية وطاقة من العنف اللفظي والعنف الوجداني. تمام. أنتقل إلى السيد أندري أنتيكوف، ضيفي من موسكو، المحلل السياسي الروسي. هل صحيح أن تصريحات لافروف تصب في خانة تلطيف الأجواء مع أنقرة، وتلمح إلى أن نقاط الاشتراك أو القواسم المشتركة بين البلدين ما زالت موجودة وهذه إحداها؟ يعني أنا أعتقد أن موسكو متماسكة فقط بالتنسيق مع أنقرة، وهناك تعاون مثمر أنا أعتقد مع الجانب التركي، ولكن بس الخلافات يبدو أنها بازدياد، يعني سواء في الملف السوري سواء في الملف الليبي. صحيح هناك الخلافات موجودة حول إدلب، هناك الخلافات موجودة حول ليبيا، ولكن هذه الخلافات لم تؤدي بعد إلى
إلى صراع ما بين روسيا أو تفكك التنسيق ما بين روسيا وتركيا. فلذلك تعاون مستمر وتنسيق مستمر. يعني تركيا تعتبر قصد كالمنظمة الإرهابية، روسيا بالعكس لا. ولكن على كل حال أنا أعتقد أن يعني مصالحنا المشتركة يتعلق برفض المشروع الفيدرالي الكردي في شرق الفرات. يعني فلذلك يعني مبنيين على تلك المصالح المشتركة نحن نقود تعاوننا في تلك المناطق في سوريا بشكل عام. طيب في موضوع الإرهابيين الدواعش وإطلاق سراحهم، ماذا ستفعل روسيا بعد أن اكتشفت هذه الثغرة أو هذا التجاوز من قبل قسد والميليشيات الكردية؟ أم أن المسؤولية تلقى على الجانب الأمريكي فقط؟ لا يوجد خيار آخر إلى إبادة هؤلاء الدواعش. يعني لا يوجد خيار آخر. طبعا روسيا ستقتل، وطبعا سوريا كذلك ستقتل هؤلاء الدواعش في كل أماكن حيث تجد. بس هؤلاء اليوم معتقلون بلا سلاح بلا حقوق، يجب أن يحاكموا أو يعادوا إلى دولهم ليحاكموا فيها. أنت تدعو، يعني كيف تدعو إلى إبادة أشخاص اليوم في الأسر في السجن؟ نتحدث عن 10,000 والأرقام الرسمية تقول 15,000 إلى 20,000 داعشي، هي ما عدا عوائلهم طبعا. أما معتقلين فصحيح، أنا أعتقد أن يعني يجب أن يتم محاكماتهم، ولكن من يهرب هناك نعم خيارين، الاستسلام أو إبادة هذا الشخص. أنا لا أعتقد بأن الداعش يهرب من السجن من أجل الاستسلام، هو يهرب من السجن من أجل استمرار القتال ضد يعني السلطات السورية أو السلطات الليبية أو يعني أي سلطات في العالم. فلذلك أنا أصر قبل كل شيء على إبادة هؤلاء الأشخاص، هم يهربون ليس طيب من أجل. كمان سؤال يا سيد أندري، استمعت إلى ما قاله صهيب، وبعض المعلومات الصحفية تفيد بأن قادة كبار في تنظيم داعش وصلوا فعليا إلى أوروبا، تجاوزوا السجون القسدية، تجاوزوا الأراضي السورية ووصلوا إلى أوروبا. برأيك كيف وصل هؤلاء؟ يعني على كل حال ربما هذه مسألة الفساد في صفوف الأكراد وإلى آخره. أنا أعتقد أن على كل حال هي مسألة الفساد قبل كل شيء. يعني هم يعطون الأموال للأشخاص والموظفين فينتقلون إلى أماكن أخرى. طبعا هذه النقطة الخطيرة جدا، ينتقلون إلى أماكن يعني أخرى في سوريا، ولكن كيف عبروا الحدود وصولا إلى أوروبا يا سيد أندري برأيك وباختصار؟ هذا السؤال جيد جدا. أنا فقط يمكن أن أعبر عن رأي شخصي، وكما ذكرت في السابق ربما هي مسألة الفساد قبل كل شيء. يعطينا رشاوى للموظفين للجيش ربما وإلى آخره. يعني فعن هذا الطريق ينتقلون إلى الأماكن البعيدة. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا السيد أندري أنتيكوف المحلل السياسي الروسي، كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من موسكو. بالدقيقة الأخيرة لك صهيب قبل أن نختم الحلقة، إن كان لديك أي معلومات لم تذكرها منذ البداية بدقيقة واحدة. نعم أستاذ أحمد، يعني هنالك الكثير من مصادر التمويل للأسد. قد يتوهم البعض أن النفط السوري الذي هو من مخصصات السوريين، الذي باعتراف الضيف من أربيل يعني قال بأن الأسد تسرقه، هو أهم المصادر. لكن الأهم هو بالدرجة الأولى المنظمات التي تعطي 70% من الدعم لقسد ولا تعطي سوى الفتات ولا تعطي إلا التبكير. هنالك تجارة الأعضاء وهنالك مقاطع مفتقة وهنالك تجارة الحشيش المتواجدة. هنالك يعني كان يتحدث عن موضوع الخروج عن سيطرة النظام وأن قسد تحاول الخروج عن سيطرة النظام. أنا هنا وخلفي في المنطقة حيث أنا الآن لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عناصر من قسد مع روسيا مع داعش، كلهم متواجدين يقاتلون في خندق واحد. هذه الأكاذيب لم تعد تنطلي علينا بعد. هنالك توثيقات يعني تشيب لها الرؤوس من إجرام هؤلاء المقاتلين المصنفين الإرهابيين، وهم مصنفة إرهابية بكل الدول، وتتعامل معهم تركيا. هنالك الكثير من التوثيقات التي موجودة لدي، تعذيب تهجير تدمير مدن. بعد كل هذا يراد منا نحن كسوريين ان نصدق بان البيكيكي او قسد بمسماها السوري او مسماها المتواجد في شمال شرق سوريا هي منظمه تسعى لحمايه المدنيين؟ لدينا الكثير من التوثيقات، اذا اردت ان تكون الان استاذ احمد
لا تكفي حلقة من أسبوع كامل. مفهوم يا صهيب. مفهوم. هذه التوثيقات. يعني شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا صهيب جابر الصحفي من محيط رأس العين، كنت معنا مباشرة عبر سكايب. شكرا للدكتور عطاء كامل الكاتب والمحلل السياسي كان معنا مباشرة عبر سكايب من برشلونة. كل الشكر للأستاذ وستون محمود الكاتب الصحفي كان معنا عبر سكايب من أربيل. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة بأمان الله.